شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية فخامة الرئيس اشكرك، والحقيقة حفاوة الاستقبال والكرم اللي احنا قبلنا بيه بيعكس مدى العلاقة ومتانتها بين مصر وبين شقيقتها السودان. واحنا قبلنا جميعا سواء كان الوفد او احنا بشكل يعني في بلدنا التاني السودان بشكل رائع وجميل جدا، فانا بشكركم على ذلك يعني، وبقول لفخامة الرئيس ان ده بيؤكد ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من قوة وصلابة، واحنا مستمرين في الدفع والتلاحم بين الشعبين وبين القيادتين وبين الحكومتين كمان. الحقيقة فخامة الرئيس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، الحقيقة ده تتويج لجهد مشترك وعمل دؤوب استمر ونسق بشكل كامل بين مسؤولي الجانبين في إطار الرؤية الاستراتيجية المشتركة أو الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، واللي تم توقيع عليها في 2016. الحقيقة قبل هذا الاجتماع عقدت مجموعة من الاجتماعات المثمرة بين المسؤولين في البلدين، وظهرت نتائج التقارب في وجهات النظر ومدى الفهم المتبادل بين مسؤولي الدولتين، وأكدت وأظهرت الحزم المؤكد لبلدينا الشقيقين على استكمال مسيرة تعاوننا المشترك لما فيه من خير ومصلحة شعبي أو شعب وادي النيل العظيم. بنأكد فخامة الرئيس على أن هذا الفهم المتبادل والتقارب في وجهات النظر يعكس حقيقة واضحة أكدها التاريخ المشترك الطويل للبلدين، وأثبتها الواقع الحالي وزادها وضوح مستقبلهما المشرق بإذن الله، ألا وهي تحقيق مصالح شعبينا وبلدينا، وهذا التطابق الذي يجعل من استقرار وأمن السودان الشقيق جزءا أساسيا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، ويجعل من تنمية ورخاء مصر أحد الأسس الرئيسية لأمن ورخاء الشعب السوداني الشقيق. إعمالا لهذا التوجه، شهدت الفترة الماضية خطوات متعددة نحو تفعيل ما سبق وأن تم الاتفاق عليه من مشروعات، إذ يجري العمل حاليا بشكل حثيث من أجل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، كما يتباحث الجانبان لإقامة مشروع لربط خطوط السكك الحديدية بينهما، وهي مشروعات لا شك استراتيجية طال انتظارها، والحقيقة بتنفيذها حيمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين وتيسير حركة الأفراد وانتقال السلع والبضائع بين البلدين، وده اللي احنا بنتطلع ان احنا يكون ده دافع قوي لإقامة المزيد من المشروعات الانتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين. مسيرة العمل المشترك بأكد فخامة الرئيس بين البلدين انطلقت الحقيقة منذ فجر التاريخ، وتزداد كل يوم قوة عن اليوم اللي قبله، وده بيعظم ويزيد من تشابك مصالحنا وبيحقق وبيعزز فرص التكامل بيننا مما يعود بالنفع والرخاء على شعبي وادي النيل. الحقيقة ده كمان هيشجع الأجيال القادمة نحو مزيد من الترابط والتكاتف سير على هذا النهج وهذا الضرب اللي احنا ماشيين عليه. فيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري، الحقيقة ما نواجهه من تحديات اقتصادية وما يمر به العالم من تقلبات في هذا الخصوص يدفعنا إلى التفكير في سبيل تعزيز تعاوننا على هذا الصعيد. واحنا تحدثنا فخامة الرئيس أثناء لقائنا الثنائي على أن احنا يعني حتى يكون عندنا الطموح أول أن احنا نكفي احتياجات الشعبين، الشعب المصري والشعب السوداني، قبل ما نفكر ان احنا نقول ان احنا يعني ننطلق الى الاسواق العالم يعني في احتياجاتنا ككل. الحقيقه العالم اليوم لا يعتاد يعني الا بالتكتلات، لا ينظر ولا يحترم ولا يقدر الا التكتلات الاقتصاديه الكبرى، وده بيفرض علينا ان احنا دايما نتحدث بصوت واحد من اجل مواجهه تلك التحديات. والحقيقة لدينا الموارد والإمكانيات
في مصر والسودان اللي تؤهلنا ان احنا يعني خلينا اقول انه ده يندر وجوده في دولتين متجاورتين. المقاومات اللي احنا بنتكلم عليها بين مصر والسودان يندر تكون موجودة بين دولتين تانيين. وده الحقيقة يعني زي ما قلت كده ان احنا لو قدرنا من خلال التعاون والمشروعات المختلفة ان احنا نلبي احتياجات شعب وادي النيل في مصر والسودان ده هيبقى امر عظيم جدا. الحقيقة فخامة الرئيس تعزيز التبادل التجاري والمشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة بين بلدينا ده هيعود بالنفع المتبادل على الشعب المصري والسوداني، وهيساهم في رفع قيمة الاستثمارات المتبادلة بما يوفر مزيد من فرص العمل لأبناء وادي النيل. وده أمر احنا بنثق انه سيكون في صدارة اهتمامات السودان خلال المرحلة القادمة. حزمة الاتفاقيات اللي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع تشكل أرضية صلبة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، لتمثل بذلك قيمة مضافة حقيقية وجديدة لما سبق أن أقر على أبرامه البلدان من الاتفاقيات في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبل العلاقات بين مصر والسودان. احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في ان انعقاد اجتماع الثاني للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة النهاردة سيكون بمثابة انطلاقة اضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين بلدينا الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي وادي النيل ويزيل اي معوقات امام انطلاق لافاق ارحب ومجالات اوسع للتعاون البناء، ويؤكد الثقة المتنامية في مواقف وسياسات كلتا الدولتين تجاه الأخرى.